معانا استاذ عبد الله كمال. حضرتك عرفت من نفسك؟ عبد الله كمال يا فندم، قريه المريج، مركز شبرا القناطر الايوبيه، طالب في خدمه اجتماعيه بنها. حضرتك حاصل على المركز الثاني في مسابقه ملتقى الاحبه، المسؤول عنها الشيخ جاسر من السعوديه. تمام، اهلا بيك استاذ عبد الله. حضرتك هتقدم لنا ايه النهارده؟ قمر سيد من النبي. مش اتفضل. واجمل منك لا ترى قط عين، واطيب منك لم تلد النساء، واطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وعم نوالها خير العباد، حبيب الله يا خير البرايا، قمر 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 سيدنا النبي، قمر. جميل، شكرا لك استاذ عبد الله.